السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة شيوات مختارة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم طبق ديال التقلية بالحمص. هذا الطبق كيجي لذيذ بزاف ومعلك، ما تشبعوش منه. غنحضروه بأسهل طريقة وكيوجد بسرعة. ودابا أجيو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. عندي هنا التقلية، غسلتها مزيان وقطعتها طريفات. عندي واحد البصله كبيره مشلضه، كميه ديال الحمص مفزك بليله قبل بهذا الشكل. عندي جوج مطيشات محكوكين، واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك. في العطريه عندي الملحه على حسب الذوق. عندي هنا ثلاثه الفصوص ديال الثوم. عندي الكمون معلقه صغيره، معلقه صغيره البزار، معلقه صغيره سكينجبير، معلقه صغيره ديال القزبر يابس، معلقه صغيره معمراج ديال الخرقوم، ومعلقه ديال التحميره بابريكا. بالنسبه للزيت عندي هنا نص كاس ديال الزيت مخلط بين الزيت العاديه وزيت العود. خديت كوكو درتها فوق النار، غندير فيها هاد نص كاس ديال الزيت المخلط، زيت العود وزيت العاديه. غندير البصله، نخليهم يتشحروا واحد شويه. غنزيد الثومه، ندير التقلية، ونخلي هادشي كله يتشحر. غندير الملح، غندير العطريه كامله، خليها تشحر مزيان مع العطريه وتشربها. تقليها هي تلقات المويه ديالها كيف كتشوفوا. غنزيد عليها مطيشه، ندير هاد المعلقه ديال مطيشة الحب، عندي هنا شويه ديال القزبر معدنوس ما ذكرتوش مع العطريه، غنزيدهم. نحرك مزيان، نغطي عليها واحد شويه تتشرب هاد المطيشه وهاد العطريه اللي درنا، عاد غادي نمرق. التقليه ديالنا هي تشحرت مزيان وتلقات واحد المويه كتشوفوا. عندي هنا المطيب والرواب المطيب،
غندير بحساب فاش يطيب الحمص. غنرمي هاد الحمص وغادي نسد عليها. غنسد عليها ونخليها حتى طيب وغادي نشوفو التقديم ديالها. طفيت البوطة على التقلية كنقلبها هي طابت. الحمص حتى هو طاب. هذا هو الطبق ديال اليوم، قدمته بهذه الطريقة. كيف شفتوا كيوجد بسرعه وكيجي لذيذ بزاف ومعلق. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، انا متاكده انها غادي تعجبكم. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. كيف ديما سهله في التحضير، مكونات بسيطه موجوده في كل بيت.